فكما كتشوفوا في اللوب ولا البنات، هذا هو لو كوان كافي ديالي. كانت هاد لاكافيتيغ واخا ماشي هي نورمالمون اللي كانت عندنا، هادي خديناها غير ديباناج حيت الزوج ديالي ما يقدرش يبقى بلا كافي. كنت حاطه هنايا هاد الصينيه ديال الاكسيون، كلشي كيعرفها. حاطه هنايا لي دوزيت، هنايا حاطه دوك الكيسان ديالو فاش كيشرب القهوه. هو بوحدو اللي كيشرب القهوه، يعني انا ما كنشربهاش. هنايا حاطه السكر، هنايا حاطه واحد هذه واحد لابونبونيير الا كانت شي حاجه كنديرها فيها. هنايا حاطه واحد الفاز، هنايا السكر اللي كيشيط ليا ما كان يعني ما كتقدنيش الاخرى كنحطو، وواحد الشميعه هنا ديال ايفغوشي. يعني هنا هكا كان عندي لو كوان كافي في الاول، دايره هنايا لابويوار حتى هي هكا كان عندي، يعني ملون بعد المرات ماشي نقول عاوتاني مرون، ولكن كنت كنتمنى تكون شي حاجه افضل، يعني اللي تكون خاصه بليصه ديال الكافي وديال داكشي ديال الفطور. ومن بعد كاين هاد لوكوت اللي وريتكم انا ديك النهار هكا، اللي خاص لي طاجير تركب هنايا، و ندير هنايا داك ديستريبيتور ديال لي سيريال. هنايا واحد لا بونبونيير كنحط فيها يعني مادلينات، اي حاجه قديناها. فوالا دابا اليوم ان شاء الله غادي نركب هذيك، غادي نركب ليطاجير وغادي نقدم معكم هذا الكوان. واخا راه غادي يخصوني فيه بعض الحوايج ديال الديكو داكشي، ولكن المهم مبدئيا غادي يتقاد وغادي نشارك كلشي معكم. بقاو وما تمشوش، ما تمشيوش فين. كنت باتي سخبا دا لا فيديو بابا كوا ليكات انا هاوي نو J'arrive, je vais l'éteindre. C'est drôle, non ? دابا البنات انا غادي ناخذ هذه اللي حسيتها باغ انترنيت، وغادي ناخذ واحد المرايه اللي كانت عندي وغادي نلصقها فيها. غادي نحيد لها الحجاج اللي هنايا.
فوالا البنات، كما كتشوفوا معايا كما قلت لكم قبيله، هربنا من اجل هذه اللحظه. هاد لي طاجيرت ليها هي تركبات، يعني الحمد لله. دابا غادي نحاول انني نكوستوميزيها، يعني ندير عليها داكشي اللي خصو يدار عليها. دابا غتشوفوا حوايج مبدئيه، نروح كما تشوفوني دابا غادي تشوفوا حوايج مبدئيه، وان شاء الله الا طاح ليا الفرصه مثلا وخرجت لشي مكازا اللي كيبيع بحال شي ديال لا ديكور شي حاجه وشي حاجه عجبتني، غادي نشريها ونبدل بها الديكور. انا دابا ديكوريت داكشي اللي عندي، يعني ما مشيتش تقديت لا ديكوراسيون ولا حتى شي حاجه. كما كتشوفوا هذا خليته هنايا، هذا ديال لي سيريال، اصلا هذه هي بلاصتو عمرتو. هنايا عندي الشوفان، وان شاء الله غادي نقاد ميسلي ديال الدار ان شاء الله شي نهار نشاركو معكم. درت هنا الشوفان لحقاش كنبغيه في الصباح هكا كندير به حسوه. وعندي هنايا هاد لي سيريال، بعض المرات كيتشهاهم ولادي وكيتشهاهم ولادي وراجلي، انا ما كنشريهمش دائما. جبت لا ماشينه كافي اللي هي على هاد الشكل، ماشينه كافي عاديه اللي كنت وريتكم في الاول قبل ما نوريكم البلاصه القديمه اللي عندي. اول حاجه غنبدا بها هي، كان عندي واحد لو طابلو بلاتي نجيبو لكم، كان عندي هاد لو طابلو كنت دايراه في هذاك القنيطه، كلشي غادي يكون عارفو. دابا بدلتو، خديت هاد الكادر اللي كان عندي حتى هو، هاد لي كادر كنحتاجهم في الاعياد فاش كيكون شي عيد ميلاد ولا شي حاجه كنبدل كل مره سميتو. طبعت هادي من سيغ انترنيت، باقي غادي نلصقها باش تجيني هي هادي، كنلصقها على هاد الخشبه حيت شويه منفوخه. مكتوب عليها اي بوت كوفي ان ماي سيريال، ياك. وغادي نحطها هنايا ان شاء الله، غادي نحطها هنايا. هادشي البنات راه الي سيسيبتيبل انه يتبدل، يعني ماشي نهائي. دابا غادي ندير داكشي يعني اللي بغيت ندير في الاول، ومن بعد مره الا بانت ليا شي حاجه هكا ولا شي حاجه نطلع هكا شويه، الا بانت ليا شي حاجه هكا انتريسونت ولا بغيت نبدل الديكور غادي نبدلو. من بعد غادي نجيب السكر ديالي اللي ديجا هو دايره في هادي، غادي نحطو هنايا. يعني كنديكوري معكم البنات خطوه بخطوه، وانتم ان شاء الله في التعليقات قولوا لي كيفاش جاكم هذا الشيء. لي دوزيت كنديرهم هنايا، كنديرهم في هاد في هذه هكا ديال الدجاج، كنشري ان شاء الله السيبور اللي كيداروا فيه. لقيته صراحه ولكن جاني غالي بهذاك الثمن، ولكن غادي نشري باقي ان شاء الله. غادي نحطها هنايا. فكرت في واحد هادو باش نجيب لكم، راه عندي ثلاثه هما من اكسيون صافي لونطون هما عندي، يعني هما باش بديت كنت كنحط فيهم اتاي والسكر، وسمتو عندي وحده ديال الاتاي وحده السكر وحده ديال الكافي. ماشي ما غاليينش بزاف هادو البنات، كنت خديتهم من اكسيون مابقيتش عارف واش فيهم، وعندهم الغطايه ديالهم. دابا ما بقيتش كنستعملهم، كنستعمل وحده كندير فيها اتاي الاخرى السكر مره هادي فكرت انني ندير فيها شي حاجه اللي كيما غابورتي هكا، شي حاجه انيقه. فكرت دير فيها هاد الورد اللي كان عندي حتى هو وخديته من اكسيون، يعني غالبيه الديكورات راه غادي تشوفوهم من اكسيون. غادي نحطو هنايا وقولوا لي البنات كيفاش جاكم هاد الشيء. درتو هنا، من بعد غادي نوريكم كل شيء، يعني غنوريكم بشويه. هاد الشميعه حتى هي كنت حاطاها ديال هاد الشمعه ديال الايفغوشي، هادي كنت حطاها ريحتها فنه، كنشعلها مره يعني غتشوفوا انها ما سميتو قرب ليكم كتبانش شتوها. فاني بلونش غنحطها هنايا، مبغيتش نكثر هادشي يعني نكثر، المهم غادي نحطها هكا. من بعد غادي ندوز لكم على هادشي كامل باش تقولوا لي كي جاكم. هاد الطابلو غادي نحيدو بيان سور. ابخي البنات غادي نجيب هادي اللي فيها حتى هي مابقيتش عاقله واش خديتها من اكسيون جو بونس، ولا كانت جاتني هديه مابقيتش عاقله. هادي دايره فيها الشاي هكا، وغادي نوظفها ونطون فيها الشاي ونطون كديكور. غادي نحطها غير هكا، ننزل لكم الكاميرا باش يبان لكم هاد الشيء كامل. بلاصي فوالا هكذا احسن. هذه حطيتها البنات هكا. من بعد غادي نجيب
هاد لابوندونيير هادي اللي حاطه فيها كوكيز، حاطه فيها هادو هكا، حاطه فيها هاد لي مادلين. كنوريكم ميم طون كنقاد لي صايبتهم في الدار بيان سيغ. غادي نجي نحطها هنايا، من بعد راه محتاجه الاراء ديالكم باش تقولوا لي كي جاكم هاد الشيء. بالنسبه لهاد ديستريبيتور هكا، هما هو كيجي معاه هادو كويسات صغار، ولكن هاد الكويسات الصغار غادي نحيدهم. غادي نستعمل هاد هادو، غادي نستعمل هاد لي بول هكا اللي كنت شحال هادي عندي تا هما من اكسيون. هاهم الى بانوا لكم. غادي ندير واحد هنايا باش اللي بغى ياخذ لي السريال، وغادي ندير الاخر هنايا. فوالا البنات، هادشي اللي كاين. من بعد دابا غادي نعلق لي طاس ديالي، غادي نعلق لي طاس ديالي هكا. وهذه حتى هي ديال اللي كيشرب فيهم راجلي الاكسبريسو ديالو. كاينين جوج نورمالمون، وحده راه خداها. اي فوالا البنات، هذا هو الشكل النهائي ديال لوكوان كافي ديالي. ما عرفتش كيبان لكم شي حاجه ولا لا، بلاتي غنحي ناخذ الكاميرا وندوركم عليه. ايفوالا البنات، هذا هو لوكوان كافي ديالي. كنتمنى انه يكون عجبكم وتكونوا خديتوا منه افكار اللي تعاونكم هكا، يعني كما قلت لكم اشياء بسيطه نقدروا نخلقوا منهم سميتو. انا بعدا عجبني لانني خدمته يعني لراسي، وبحوايج اللي كانوا عندي ديجا في الدار، يعني ما اضطريتش انني نمشي نخرج ونشري بزاف ديال الحوايج. كنتمنى ان هاد الفيديو تكون فاتكم وتكونوا استمتعتوا بها. كنقول لكم بيزو في امان الله، والى فيديو قادمه ان شاء الله. Telefon i rettigheten.